المحامي عبد الله عادل الأحمد من مواليد 1977، حاصل على لسانس حقوق من جامعة الكويت، أمين السر السابق للاتحاد الوطني لطلبة الكويت من عام 1998 إلى عام 2000، ساعد في إنشاء مجموعة كويتيون، تبنى العديد من قضايا الرأي والحريات، لديه الكثير من المشاركات والنشاطات السياسية الهامة. نعم سيد عبد الله، انت تخوض انتخابات في الدائره الثانيه، والدائره الثانيه حسب الكلام اللي يطلع يعني فيها عمليات شراء وبيع اصوات، وفيها يعني نائب خالد السلطان اعلن السابق اعلن شيء من هالقبيل. اول شيء تعطينا بس باختصار وضع الدائره عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء شاكر لكم استضافتي في القناه، وشاكر لك انت بالذات اخوي داهم استضافتك في برنامجك الصندوق الانتخابي. طبعا ظاهره شراء الاصوات ما هي أو المال السياسي كما يسمى، ما هي ظاهرة جديدة على الساحة. كانت موجودة أيام 25 دائرة، حاولنا أن نتخلص منها، نحاربها بشكل من الأشكال، من ضمنها كان الانتقال إلى الخمس دوائر حتى يتم. طبعا ما كان الهدف من أو ما كان الهدف من الانتقال للخمس دوائر أن يكون عندنا يقين من التخلص من المال السياسي. أكيد المال السياسي هو موجود، ولكن يتم الحد من هذه العملية التي تنخب داخل الحياة الديمقراطية في دولة الكويت أو الحياة الانتخابية في دولة الكويت. الدائرة الثانية ما هي استثناء من باقي الدوائر، وإن كانت هي تأخذ المراتب الأولى في ظهور المال السياسي. يعلم الجميع أن الآن عدد من المرشحين والنواب السابقين يتكلمون بعلانية أن المال السياسي دخل يتداول شارع باسم شارع البنوك وغيره في هذه الأمور، وهذه العملية لابد من محاربتها. اليوم جمعية الشفافية أخذت عدد من المغرات في كل دائرة انتخابية، سمعنا أن هناك جزء من تعاون دولي للإشراف على العملية الانتخابية وأيضا عملية فرز الأصوات. هذه مؤشرات جيدة، على الأقل تستطيع أن تحط لك شيء رسمي أو ترصد شيء رسمي من الأحداث اللي تدور في الساحة المحلية. هذا الحدث ما هو قريب، لكن أنا متأكد أنه سيتم التصدي له من قبل المواطنين نفسهم. أنا وطبعا الكل يدري في ظهار الأوزارة الداخلية، لأن جرت العادة حتى في انتخابات 2008 إذا تذكر لما تحركت الداخلية في ذيك السنة تم إلغاء القبض على نواب كانوا نواب في مجلس 2006. صحيح. وصدر وانت صحيح محامي بحقهم حكم يعني أو حكم في المحكمة الكلية. نعم، صدرت أحكام في إدانتهم. نعم. إدانة من تعاون معهم، إدانة من استخدم المال السياسي. نعم. لكن رأينا أيضا، وإن كان هذا جزء من الواجب لا يشكرون عليه وزارة الداخلية في ذلك الوقت، مو بهالوقت، هذا الوقت لحد الآن لم نرى أي شيء من وزارة الداخلية على أرض الواقع يعني، لكن في ذلك الوقت عندما تم التصدي من وزارة الداخلية كان التصدي على استحياء. يعني كان هناك بعض الدوائر اللي استطاعت فيها مهاجمة المال السياسي، تصدت ولو على استحياء على المال السياسي، استطاعت بشكل أو بآخر أنها تحد منه في دوائر معينة. أما في مراكز القوة الاقتصادية لحد الآن لم نرى أي إنتاجية. دائرة ثانية على الجانب هذا، ما تشيل الدائرة الثانية. طبعا الدائرة الثانية ليست استثناء من ذلك يعني، أكيد بشكل. طيب بالنسبة للمرشحين الشباب اللي عندهم مطروحات وطرح دقيق ويتابعون القضايا ويدهم بالهم اليومي المواطنين، لما يتعب كل هالتعب ويكتشف انه بالنهايه انه واحد ينجح والله لانه يقدر يشتري اصوات، ما يعني الا شيء هذا جو من الاحباط عندكم؟ لا بالتاكيد لا، لان هدف الجيل الجديد اليوم ما هو جاي فقط، او النجاح عنده ما يتحقق فقط في الوصول الى المقعد النيابي. هناك اهداف حقيقيه فعلا ممكن نحققها على الساحه، من ضمنها نشر الوعي، الخطاب السياسي المطلوب، دورنا في بناء المجتمع. هذه الأمور عدة إذا استطعنا أن نخلي الرأي العام يتبناها، هي بحد ذاتها نجاح. ليس النجاح فقط هو نجاح شخصي بالوصول للمقعد، وأنا أحد من يتبنى ذلك الطرح. نعم. النجاح الحقيقي بأن نخلق قضايا يحملها الرأي العام، بالتالي يعني تشكل قوة للتأثير على مركز اتخاذ القرار، وبالتالي نعيش في دولة رحبة، دولة أفضل كما نراها وكما نتمناها إحنا. هذا الجانب الرئيسي من النجاح. أما جزء من مسؤولياتنا الوطنية، كنا نترشح في دوائر معينة تتداول المال السياسي أو يتداول معلومات عن المال السياسي فيها، ونكون إحنا مواجهين لها، هذه بحد ذاتها نقطة البداية، حد ذاتها نجاح بالنسبة لنا ممكن حققه، أن إحنا ننزل
ونتصدى لهؤلاء المفسدين في الحياة الديمقراطية بالكويت، احنا قاعد يعني ننشئ فكر معين او ثقافة معينة بان احنا قادرين على التصدي في المستقبل. بالتأكيد سنعدم هذه الوسيلة من الحياة السياسية في الكويت. نعم زين عبد الله، كمرشح في الدائرة الثانية يعني ما هي الفرص اللي بنيت عليها ترشحك؟ يعني هي فرص عديدة. طبعا لما نتكلم عن الدوائر بالكويت الحالية هي ما هي نفسها الدوائر القديمة. زين احنا امام ثالث تجربة في الدوائر الخمس، وكلها تجي نتائج حل لمجلس الأمة، ما في فصل تشريعي أخذ الدورة الكامل. الأسباب اللي دعتني أني أخوض انتخابات هذه السنة، أولاً لأني أنا كنت مرشح في السنة الماضية، ما كنت بعيد عن هذه الساحة، ولكن السبب الحقيقي اللي يدفعني وراها هي الآلام اللي شهدتها خلال المرحلة ما بين الانتخابات الماضية وهذه الانتخابات. الأحداث اللي تمت ما بين 2009 و2011 كانت أصعب مرحلة تمر على الكويت، وخاصة في القضايا السياسية أو ما تم تدرجه بقضايا الماسة في الحريات، حريات الكتاب والنواب والمواطنين والمغردين. حاولت السلطة بشكل أو بآخر أنها تقمع الحريات، استخدمت عدة وسائل أمنية، وسائل ترهيب، حاولت السلطة أنها يعني تشكل مجاميع معينة أيضا مفضوحة من أجل مواجهة السياسيين الجدد الذين يطرحون أنفسهم بالساحة ويحملون الهم الوطني والقضايا الوطنية. ولم يستثنى من ذلك إقحام القضاء في القضايا السياسية. رأينا أن تم تداول العديد من القضايا ومن الملفات داخل المحاكم لم ينتج عنها أي نتيجة إيجابية لصالح السلطة، انعكست سلبا على السلطة. وحصلت الإيجابية لدى من؟ أن المواطنين والكتاب والنواب هم من حققوا النتائج في القضايا من خلال البراءة من جميع التهم الموجهة لهم. هذا واحد. الأمر الآخر، لم يكتف فقط في ناحية البراءة اللي حصل عليها تلك المجاميع، أيضا قضايا التعويض، المبالغ اللي تم التعويض فيها من قبل ربع السلطة ومؤسسات الإعلامية الخاصة للسلطة أو اللي تدعمها أفراد من السلطة، مبالغ مالية تصل إلى مئات الألوف كتعويض نتيجة الظلم اللي وقع عليهم. الفلوس لا يمكن تعوض يعني الآلام اللي صار، أكيد بدون أدنى شك. لكن خلينا نشوف السلطة خسارتها كانت مادية وسياسية، وعلى المستوى البعيد دمرت البنية السياسية لدى المجتمع الكويتي، بنية حاول الحفاظ عليها على مدى عقود منذ نشأة الحياة الديمقراطية والسياسية بالبلد، منذ إصدار الدستور 62. لم يسمح الشعب ولم يسمح المواطنين بتلك الآفة خلال هذه الفترة السنتين الأليمتين اللي رجعت الكويت 40 سنة لورا. اليوم يجب أن نمر بمرحلة انتقالية نستطيع بعدها بناء مرحلة جديدة في البناء للدولة. سيد عبد الله، تعتقد هل الحراك هذا اللي صار في السنتين من 2009 إلى اليوم، سواء كان عن طريق القضايا ذات الطابع السياسي واللي ترفع بالقضاء أو خلافه، هل تعتقد أنها يعني أثرت في الدائرة الثانية، يعني أوجدت جو عام جديد في الدائرة الثانية بحيث يصب لصالح الحراك الشبابي والمرشحين اللي يطرحون القضايا الوطنية؟ بدون شك. اليوم الشباب أنا أوصفهم بموجة، موجة عاتية ما يستطيع أحد الوقوف في وجهها، واللي يوقف بوجهها راح تكسره، لأن قوة ضخامة هذه الموجة اليوم قاعدة تتبنى. اليوم الشباب باختصار تمرد على واقع أليم وحاب يفرض رؤيته في الساحة، رؤيته في الساحة السياسية والساحة الاقتصادية والساحة الرياضية والساحة الصحية. الشباب في مختلف القطاعات اليوم قاعدين يؤدون الأدوار المطلوبة منهم فعلا الآن في وقت الانتخابات. الدور الحقيقي اللي عليهم قاعد يؤدونه، قاعدين يدعمون المرشحين اللي يتبنون الأطروحات، اللي يتبنون الرؤية اللي هم يرونها لمستقبل البلد. حتى تطوير النظام الديمقراطي ايضا يعني قاعد يفرضونه وبجداره. هذا امر كان مسكوت عنه يعني اكيد، حتى من عدد من النواب يعني السابقين. انا اذكر من فتره كنت اتكلم ايام ما كانت السلطه تحاول او الحكومه تحاول المساس والعبث في نصوص الدستور وتفريقه من محتواه. كان في احد اللقاءات التلفزيونيه ذكرت بأن
السلطة اليوم إذا تتعمد ضرب الدستور فلن يقف الشباب مثل ما كان يقف قبل، يعني الشباب ما راح يقف متصدي لها للحفاظ على دستور 62، لا، المطالبة الحقيقية راح تأتي الآن للتعديل وتطوير النظام الديمقراطي، وهذا أمر كنت متنبئ فيه، اليوم قاعد يحصل على أرض الواقع. تطوير النظام الديمقراطي الآن أصبح منتشر، نحن سننتهز الفرصة المناسبة أكيد متى ما كانت توجد هناك نخبة جيدة وعلى مستوى من الثقة تدخل مجلس الأمة، بالتأكيد أن هذا الملف سيكون من أهم ملفات الساحة في المستقبل القريب بإذن الله. أستاذ عبد الله، أنت تشير إلى أن المسؤولية لا تقع في دائرة واحدة، يعني كأنك تقول أن كل دائرة يجب الشباب فيها أن يسعون لنجاح مرشحين طرح وطني، لأن مثل ما جربنا في المجال السابق حتى لو كان عندك 20 أو 25 نائب وطني الحكومة لها الأغلبية. لا، أنا ما أقول أن الشباب يجب، أنا قاعد أقول، أنا قاعد أنقل رؤيتي للساحة. الشباب فعلا تحرك على الساحة، فعلا الآن كان يقود الساحة، هو اللي قادها في الميادين في السابق خلال فترة السنتين الماضيتين، أو بالتحديد خلال فترة الست شهور الأخيرة، كانت القيادة أو قيادة الدفة بالحياة السياسية عامة وفي الميدان خاصة كانت للشباب، وإن كان تنسب للنواب مع كامل احترام للنواب أو لعدد من التكتلات، لا هذا مو صحيح. الشباب هو كان من يقود الحراك السياسي، هو من قاعد يفرض يفرض وجوده على الساحة ويتصدى لعوامل الفساد الموجودة. اليوم انتقل إلى أن يفرض وجوده بالساحة الانتخابية، نرى أماكنه، نرى انتشاره، نرى دعمه للمرشحين. اليوم أنا ما أستطيع أني أقول لك أني أنا أمثل الحراك الشبابي، ولكن أستطيع أن أقول بأن فعلا طموحاتي تتلاقى تماما مع طموحاتهم، رؤيتي للمستقبل تتطابق تماما مع رؤيتهم، أنا ابن جيلهم، أنا أنظر كما ينظرون، أحمل الهموم اللي يحملونها، فاهم ومشارك بالحراك اللي تم في خلال الفترة الماضية، وأعلم جيدا هم الشباب في الفترة القادمة. فعلا كنت أتمنى أن تكون هناك كوكبة شبابية تخوض الانتخابات في كل الدوائر، ما استطعنا أن نحصل على ذلك، لكن الشباب الآن يؤدون دورهم من مواقع مختلفة لدعم هؤلاء المرشحين للوصول فيهم إلى مبتغاهم الرئيسي، لطرح مشاريعهم الخاصة في الحياة السياسية للقادم من مستقبل الكويت. بالتأكيد الشباب اليوم أخذ لوحة وقاعد يرسم الكويت اللي هو يراها جميلة كما يراها بعينه هو. مستحيل أحد سيسرق منا هذه اللوحة أو سيخفي الألوان الموجودة بإيده. الأستاذ عبد الله الأحمد مرشح دار الثانية، ما تعتقد أن البعض يراهن على إعادة الصورة أو اللوحة غير الجميلة، بمعنى أن تصير المعادلة عندنا حكومة وجزء من النواب يتحالفون مع الحكومة ومعارضة لا تستطيع عمل شيء، ونرجع للتاريخ إلى الوراء، وهم يراهنون على بعض التكتيكات السياسية وعلى يعني أن بعض التيارات السياسية بالنهاية يعني مهما كانت موائمة مع الحراك الشبابي يهمها تكون جزء من الحكومة أو لها مناصب معينة أو تكون لها حظوة في بعض اللجان في مجلس الأمة. هل تعتقد أن هل المعادلة هذه ممكن يعني مكتوب لها النجاح، أو أن انتهى يعني هذه المعادلة انتهت إلى الأبد؟ لا، إذا خلنا نتكلم عنها، إذا كانت الأمور على الموضوع الطبيعي، زين، إذا كان الوضع طبيعي، حكومة تعمل على بناء البلد مستقيمة، تحاول تقضي على الفساد، تتصدى له، ستجد جميع النواب وستجد لها شركاء في المجلس، وهذا معيب. لكن إذا كانت تبي تستخدم مثل النظام اللي سبق استخدم خلال العهد السابق، العهد القريب السابق، فبالتأكيد لن تأتي حكومة كريمة من المال العام مثل الحكومة اللي سبقتها، وبالتالي المال ما حصن مواقع المسؤولين في الحكومة السابقة، بالتالي الدرس السابق سقط وسقطوا مسؤولينه. علينا أن نعتبر، أو على الحكومة والسلطة أنها تعتبر من الدرس الماضي، ما يفيد المال السياسي، ما يفيد جمع الأغلبية بالطريق الخطأ. الأغلبية تجتمع عن قناعة، الأغلبية اللي تجتمع عن قناعة تستطيع أنها تقف مع الحكومة وقفة جادة، بحيث أنها تخليها تعمل وفق الجدول المطروح أمامها، جدول زمني واضح، المعالم تحاسب عليه. أما إذا كانت بتلف وتدور على شأن المال السياسي، ومثل ما رأينا قضية الإيداعات، رشاوي النواب، هذا الأمر
ما حصل حكومة سابقة، فما بالتأكيد لن يستخدم، وأن استخدم هذا نستطيع أن نسميه عفوا يعني ما بين قوسين من غباء السياسي، يعني لا يقدم في الحكومة القادمة أي شيء، بالعكس يأخر من إنتاجيتها. طيب إلى اليوم يعني منذ تولي رئيس وزراء جديد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، والحكومة اللي ما تغيرت عن الحكومة السابقة أطلاقا بل تقلصت إلى اليوم، ما هو تقييمك إلى تعامل الحكومة مع الوضع؟ تبيني أتكلم عن سمو الشيخ جابر المبارك كونه مرشح متوقع لرئاسة الحكومة، ولا عن الحكومة بتشكيلها الحالي أنها تكون هي الحكومة؟ أتكلم عن الحكومة بما فيها الرئيس الحالي. يعني الحكومة هذه واضح أنها حكومة تدير الانتخابات، يعني واضح أنها حكومة تدير الانتخابات، واضح أنها حكومة مؤقتة كالتشكيل الآن، عليها عبء حمل ملف الانتخابات إما تنجح أو تسقط فيه. لحد الآن مؤشرات النجاح لم تثبت، والدليل ما نسمع عن النماذج السياسي لحد الآن ما زال ماخذ دوره. الجهات الأمنية التابعة للحكومة ما رأيناها تتصدى بفاعلية، رغم أن كافة المعلومات عندها. مو معقول أن احنا مواطنين عندنا المعلومات والجهاز الأمني يخفي عنا هذه المعلومات. أما إذا تتكلم عن رئيس الحكومة كونه رئيس متوقع في القادم من الأيام، وهذا أمر يعني يخص صاحب الشأن صاحب سمو أمير البلاد، يعني أنا لا أجد هناك أي تغيير طرأ على الحكومة إذا كان جابر المبارك رئيسها. أنا أرى جابر المبارك شريك كامل في كل الجرائم السياسية اللي تمت في الفترة الماضية في عهد حكومات ناصر المحمد، بالعكس كان قائم على ملفات لم يستطيع إنجازها. لكن الآن جابر المبارك أمامه فرصة، عليه هو أن يثبت جدارته، إما أن يثبت جدارته وينجح في الاختبار ويتعدى، أو أن يسقط فيه، وهذا المتوقع. وأنا ما عندي النظرة التشاؤمية، بس الفرصة أمامه، هو من يغير خياره ويسلك طريقه، ونحن أيضا نقف مراقبين لهذا الوضع. حكومة مهيمنة على البلد، كل الأدوات بيدها، جميع سبل النجاح متوفرة لها، إذا فشلت فيعني هذا من فشل الأشخاص الموجودين فيها. طيب سيد عبد الله، ليش دائما احنا في واقعنا السياسي نراهن على أشخاص، نراهن على ناصر محمد أو جابر المبارك، في حين ان احنا دستورنا من 62 دستور يفترض انه دستور مؤسسي، صحيح، وان المؤسسات هي اللي تحكم وليس الأشخاص. نعم، اتفق وياك بهالجانب، بالعكس انا اطرحها من خلال جولاتي الانتخابية. انا لمتى اوجه الكلام ايضا للمشاهدين، لمتى نعتمد على عبد الله ولا سين ولا صاد ولا عين؟ هل هم الأمل المعقود فيهم؟ الأمل لا يعقد على الأشخاص، وإن كان جانب الثقة والمصداقية بالأشخاص أمر مهم، لكن الثقة يجب أن تبنى على البرامج. أي برنامج من البرامج المطروحة في الانتخابات هو اللي أنا أثق فيه وبالتالي أصوت له كي يطبق كواقع تنفيذي على الأرض. إحنا الحياة الديمقراطية منقوصة عندنا، ما زالت عندنا مادة في الدستور تنص على إنشاء الأحزاب أن يتولاها القانون وتكون وفق الحدود والنظام اللي يضع القانون. لم نشرع في تأسيس الأحزاب، ما لحد الآن ما بدينا الخطوة الأولى نحو القوائم، على الأقل القوائم الانتخابية. علينا أن نفعل، وهذا جزء من الكلام اللي طرحته وياك في البداية، أن تطوير النظام الديمقراطي في البلد هو جزء من النهج الجديد اللي سيفرض على الساحة السياسية والساحة البرلمانية من خلال التشريعات القادمة. هم يحمل المواطنين بأن يجب أن ننتقل، احنا دائما في كل انتخابات نعول ونحاسب، إما نعول أو نحاسب فرد معين لذاته، إما على مواقف معينة اتخذها أو على ثقة الناس فيه أنه راح يكون هو المغير أو راسم الصورة الجميلة للكويت المستقبل. لن يستطيع فرد تغيير واقع، ولذلك أنا دائما في من خلال الجولات الانتخابية أبين موضوع غاية في الأهمية. لا نعتمد على عبد الله أنه يوصل البرلمان ولا غير عبد الله، ولا نعتمد على حكومة وإن أتت جميلة بكل وزرائها، وزراء رجال دولة من أهل الثقة، من أهل الإنجازات السابقة، أيا كان، إذا ما كان هناك عندنا رأي عام فاعل يستطيع أن يفرض وجوده في الساحة، بالتالي لا الحكومة هذه قادرة أنها تنجز ولا الأفراد قادرين هم ينجزون. بالعكس، إذا الرأي العام ما كان فاعل فإنه يسمح
للسلطة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تنحرف، بل يسمح بأكثر من ذلك مثل ما شاهدنا، يسمح لها بأن تفسد. فعلى الرأي العام أن يعول على نفسه، على المواطنين أنهم يعرفون قيمة ذاتهم. الدستور لما صيغ بالطريقة هذه أتى على محور أساسي تشكلت عليه كل المواد، ولكن تضمنت المادة السادسة وشرح في تفسير المذكرة الدستورية شنو المحور اللي على أساسه تم صياغة 130 مادة من الدستور. الأمة اللي هي مصدر السلطات، اللي عبر فيها أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، هذه الأمة هي الأمل الحقيقي للبلد. لما تيجي المذكرة التفسيرية وتقول عن الأمة رقابة الرأي العام ومدى تأثيرها على اتخاذ القرار، وهذا شاهدناه في المراحل السابقة لما الرأي العام تفاعل مع الأحداث، شو اللي صار؟ حصل على نتيجتها. إذن هو يملك التأثير على مركز اتخاذ القرار وفق الرؤية اللي وضعها المشرع الدستوري في سنة 62، يعني أي قبل 49 سنة من اليوم. فإذن على الرأي العام أن يتصدى لمسؤولياته، يجب أن لا يقفل عن أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، يجب أن يكون، يجب أن يفرض الملفات التي تطرح بجدول أعمال المجلس. بس أستاذ عبد الله اسمح لي، يعني البعض خاصة من الموالات أثناء المجلس ومن تبعهم من كتاب وتيارات سياسية يقول لك الرأي العام في كل بلد يصوت ويترك التيارات أو الأحزاب ومجلس الأمة هو من يحكم. مو معقول أن مجلس الأمة يدار من الشارع، وسموا أن كثرة التدخل في عمل المجلس التشريعي نوع من الغوغائية، لأنه يفترض أن أعضاء مجلس الأمة هم الحكماء اللي يعني يتخذون القرارات بعيدا عن ضغط الشارع، والشارع مو في كل الأحوال سيد عبد الله مثل ما تعرف أنت يعني عند القرار السديد. بالطبع، ولكن أنت بسؤالك هذا أو بمداخلتك هذه أثرت عندي كلمة أعتقد أن قالها النائب رئيس مجلس الأمة السابق السيد عبد الله الرومي لما حضر إلى ساحة الإرادة وقال أنا في قاعة عبد الله السالم الحقيقية نتيجة اختطاف قاعة عبد الله السالم اللي تؤسس فيها المشاريع ويراقب فيها الجهاز التنفيذي بالبلد. لا فعلا الرأي العام في الدول الديمقراطية هو المؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرأي العام الغربي وفي الدول المتقدمة دائما ما يخشى من رقابة الرأي العام، رقابة الرأي العام على أي تصرف. أنت تجد أن وزير يخطئ خطأ بسيط في الخارج ربما يقبل هدية، وهذا اللي حصل في مثلا في اليابان، الوزير اللي قبل هدية بقيمتها 400 دولار مجرد فضح المسألة في وسائل الإعلام قدم استقالته، راح فيه يعني راح فيه وصمة عار خلاص أصبحت. احنا عندنا النواب اليوم يروحون النيابة ويقدمون أوراق ترشيحهم مرة أخرى للقواعد الانتخابية. هل هذا مو كلهم والله البعض مو كلهم طبعا الحق من نفسه. في بعض على قولتك قص الحق من نفسه، ولكن في بعض الآخر أنا أرى تبجح. هل أنت تستهزئ برغبة الرأي العام؟ هل أنت تستهزئ بالشعب الكويتي؟ هذا أمر مو مقبول، لا تستخف بالعقليات. اليوم الرأي العام أصبح فاعل، ومن يقود رقابة الرأي العام هم شباب هذا البلد اللي فرض نفسه على الساحة، فرض نفسه على الميدان، اليوم سيفرض نفسه على الانتخابات، وستراه من خلال مسمى برنامجك الصناديق الانتخابية. نعم سيد عبد الله، أنت متفائل في المرحلة المقبلة؟ وإذا قلنا أنت متفائل يعني على أي أساس بنيت هالتفائل هذا؟ شلون ما يمكن أني أتفائل؟ أنا إذا كان في شخص يحق لنا ييأس يا أخوي داهم أبو محمد، ما أعتقد شخص مثلي أو القريب مني في قضايا سياسية أو قضايا اللي تم تداولها في المحاكم ذات الطبيعة والشأن السياسي خلال الفترة الماضية. أنا أكثر شخص المفروض أن يكون ييأس من الحياة الماضية، لكن تخيل أن احنا بدينا عهد الدفاع والمرافعة، كنا مجموعة قليلة، حتى محامين قليلين، عدد بسيط يحاول الدفاع، ما كان يسلم من بعض الأسلحة السلطة من خلال ترويج بالإساءة له. بعد سنتين وحزمة القضايا الكبيرة ما بين الكويت أيضا، وصلنا حتى في القضايا للقاهرة عن قضايا أبو سلمان محمد لوشيحي، تجد في آخر معترك في القضية الأخيرة أن الشباب أو المجتمع يبدأ حراكة لدعمنا. دعمنا ما أتكلم بالانتخابات، أتكلم دعمنا أثناء
فترة القضايا المتداولة الناس أو الرأي العام بدأ يصحى ويمارس دوره، ومتى من الرأي العام صحى ومارس دوره فليش ما تفائل؟ بالعكس أنا أكثر واحد اليوم يحق لي أني أتفائل، لأني أنا شفت الفرق ما بين قبل سنتين واليوم، واليوم اللي أقصده اليوم اللي قبل الانتخابات. أنا ما قاعد أتكلم عن وقع الانتخابات، أتكلم عن فترة زمنية قصيرة، فرض الرأي العام، إقالة الحكومة، عزل الرئيس، حل المجلس، ما أتفائل؟ لا أبو محمد، اليوم أنا أسعد شخص بالكويت نتيجة تفاعل الرأي العام. نعم، أنا بس ودي أشير إن يعني المشاهدين الكرام إن الأستاذ عبد الله أحمد هو كان محامي الكاتب والمحامي محمد عبد القادر جاسم اللي تعرض لملاحقات سياسية طوال سنتين، وسيد عبد الرحمن يعني كان في طليعة المحامين اللي تصدون لكل قضايا الحريات العامة، واخرتها القضايا اللي تم فيها اعتقال بعض الشباب الوطني في قضية تظاهرة ساحة الإرادة ودخول المجلس، وهذه حقيقة وليست إشادة، هو يستحق الإشادة. والمغردين الله يخليك. نعم، والمغردين أيضا يعني احنا قضايا الهموم الوطنية كثيرة. بس أنا أقول لك ليش ما تكون متفائل، لأن خلنا ناخذها على الإعلام الفاسد. الإعلام الفاسد اللي ساهم في تردي الحياة السياسية حسب أرى مراقبين كثر لا زال موجود، ولا زال الطرح موجود. الأصوات اللي كانت تهاجم المعارضة وتتهمها وتخونها لا زالت موجودة. يقال أيضا أن انتخابات الحالية وسكوت وزارة الداخلية عن انتخابات الفرعية وسكوتها عن شراء الأصوات الانتخابية اللي الآن يعني في قاعد يتم في أوج يعني عزة مثل ما يقولون، السكوت هذا راح يعني ينتج مرحلة يمكن غير المرحلة السابقة، يمكن نواب قبيضة جدد لكن بأشكال مختلفة. هذا ما يعني هل كل هالاعتبارات هذه ما تعتقد أنها تستحق الوقوف؟ شوف بالتأكيد، وأنا أعلم أن العهد الماضي في الإسراف والتبذير من المال العام على جيوب النواب وجيوب أفراد في السلطة وتنفيع البعض قد فتح شهية البعض بأن يتقدم الانتخابات حتى يأخذ حصة، لكن أنا متأكد أن الفرصة غير متاحة الآن لأن الشعب وعى. علينا أن نعلم حقيقة مهمة لا نبالغ، أنا التجارب اللي خضتها خلال الفترة القصيرة الماضية أهم شيء اكتسبته منها الصبر، بالإضافة إلى العلم والثبات على الموقف والمواجهة. الصبر مهم، ما في نتيجة تحقق في يوم وليلة. خلينا نكون واقعيين، اليوم احنا تصدينا للفساد بس ما استطعنا نقتلعه كاملا. هل معنات ان اليوم لابد ان نتصدى للفساد، اليوم لازم نوخر الفساد من البلد؟ ما يبخر بيوم، لا لا، اليوم احنا حققنا نتائج جدا مهمة، علينا ان احنا نكمل مسيرتنا. لذلك أنا أرى أن الفترة القادمة من الحياة السياسية في دولة الكويت أو الحياة البرلمانية بشكل أخص ما هي حياة البناء، هي فترة انتقالية تؤسس عليها مرحلة البناء، فعلينا أن احنا نكون نحمل مخزون من الصبر، طاقة من العطاء للدخول الآن في المرحلة الانتقالية التي تمهد بعدها مرحلة البناء. لذلك أنا متفائل ومتفائل جدا في النتائج اللي ستظهر عليها انتخابات 2012، وراح أذكرك يا أبو محمد بتفائل لذلك. ما أقصد شخصي أنا، لكن أقصد النتائج اللي راح تظهر في مجموعة ذات رؤية وبعد سياسي ستطرح العديد من الملفات التي تمكن أن تنقل البلد من واقع أليم إلى واقع آخر مشرق بإذن الله. نعم مشاهدينا، بعد الفاصل راح نناقش مع الأستاذ عبد الله الأحمد مرشح الدائرة الثانية ملامح الفترة الانتقالية اللي راح يأسس عليها الواقع الجديد في الكويت. انتظرونا. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مره اخرى، ضيفنا اليوم مرشح الدائره الثانيه الاستاذ المحامي عبد الله الاحمد. استاذ عبد الله، في سؤال عن التحالفات الانتخابيه، يعني انت كمرشح شاب يعني هل ممكن تخوض تحالفات مع طرف معين وشنو اشتراطاتك مثلا؟ انا تحالفت وخلصت مع شعب الكويت.
ما عندي اي تحالف اخر حقيقه، مع كامل احترامي لكل من يخوض انتخابات معي في الدائره، لكن انا ساضع القرار بمن مع من تحالفت معه. الشعب سيختار، وضعت نفسي امامهم مستقلا، سابقى مستقلا باذن الله الى ان نصل الى البرلمان. نرى كيفيه اداء التعاون مع كل الاطياف بطريقه جماعيه يجب ان تخدمنا، سواء ما اعتقد على الكتل السابقه، ولكن ايضا يجب تطوير العمل. احنا اتينا لنقدم الجديد، ما نقعد على الوضع القديم. بالتالي اكيد الافرازات الجديده ستشكل نهج جديد داخل العمل البرلماني نفسه. طيب، اقرب تكتل لك او توجه او نواب شفت يعني رصدت عملهم سواء في المجلس هذا او المجال السابق، وتعتقد انك راح تكون قريب من نهجهم؟ نعم نعم، انا عملت امانه بحكم عملي، يمكن تدري انت ابو محمد، بحكم عملي في قضايا السياسيه اللي دارت بالمحاكم، بالملفات اللي مسكناها، ببعض التشريعات اللي حاولنا يعني نضع فيها لمسه القانونيه متى ما طلب منا ايضا من البرلمانيين او الاعضاء السابقين. طبيعه اعمالنا دائما كانت تكون في علاقه مع نواب المعارضه. احد واخصص بالتحديد كتلتين، كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح، بحكم طبيعة العمل لنا علاقات تربطنا فيهم، مثل ما تربطنا أيضا بعلاقة مع باقي أفراد المستقلين والكتلة العمل الوطني. لكن هذين الكتلتين أكثر ما عملنا معاهم في الملفات حقيقة، يعني إن كنا نرى مواقفهم أو نعلم مواقفهم مسبقا قبل ما نعرض عليهم أي ملف يتعلق في مشكلة تواجهنا في العمل العام بالميدان العام. لذلك أرى أن التعاون راح يكون مع الكتل اللي شكلت كتلة المعارضة، واللي راح تقدم أو راح نقدمها بإذن الله في حال الله كتب لنا الفوز ودخول البرلمان أو النجاح ودخول البرلمان بعد قرار الشعب الكويتي أو الناخبين من الشعب الكويتي. سنعمل على تقديم التغيير المطلوب للمرحلة القادمة بالتعاون مع من عملنا معهم ومع غيرهم، بس هؤلاء الأقرب لنا. نعم. في بداية العمل. نعم. الجماعي. نعم. شاهدنا نتابع يا ضيفنا تقرير، وبعد التقرير راح نسأل عن ملامح المرحلة الانتقالية. خلينا نتابع التقرير. أعتقد الأعضاء السابقين خذوا فرصتهم، وأنا أتمنى أمانة أن نشوف وجوه شابة جديدة، بس يعتمد طبعا على يكون الطرح يعني بعيد عن التشنج، ويكون الطرح يعني أمانة عملي واقعي. لا إن شاء الله، يعني أنا بالنسبة لي إن شاء الله بالفترة الانتخابات هذه إن شاء الله راح نختار المرشحين أمانة وجوه جدد، يعني ما راح يكون على الأعضاء السابقين، لأن شفنا طرحهم وشفنا أدائهم وما كان بالطموح المطلوب. يعني ما أقدر أظلم أحد سواء الأولين أو الجدد، بس أنا أفضل أن يكون دماء جديدة على أساس يكون الأفضل والأحسن، لأن في ناس متعلمة وفاهمة ومثقفة، وأتمنى من الله أن يكونون الأجدر في هذا يعني في هذا المنصب. وأتمنى حتى من بعض الأخوان السابقين إذا الله وفجهم يصلحون من أمورهم الماضية. الحراك الآن موجود بالساحة الكويتية خلال يعني الفترة الحالية والقادمة. أنا أعتقد أن الكويت مقبلة على تغيير، مثل ما يعني إخوان المحللين حق يعني الوضع السياسي يتراوح هذا التغيير من 50 إلى 60% من الوجوه السابقة في المجلس السابق. أنا أعتقد كيعني مراقب سياسي للانتخابات العامة في الكويت، أنا يهمني حقيقة أن من يصل إلى سدة البرلمان، من يحارب الفساد، من يضع حقيقة موضوع التنمية يعني على خط التنفيذ. أنا أعتقد أن الكويت الآن محتاجة إلى شخصيات
كانت يعني تضع مصلحة الكويت العليا في علة اعتبار. كفان الآن يعني ما يسمى بالتقاطعات السياسية. أنا أعتقد أن أيضا الكويت فيها أسماء يعني قاعد نشوفها الآن في موضوع الترشيح، وأتمنى حقيقة من الله سبحانه وتعالى أن يوفقون أصحاب التوجهات اللي يضعون بصمة لتطوير الكويت ويضعون مصلحة الكويت أمامهم. والله شوف وضع الحالي إحنا بالبلد موجود الحين، يفترض علينا إحنا ندور وجوه جديدة، مو معناه أنه والله نتخلى عن بعض الأسامي الموجودين في المجلس اللي نحل. يعني في ناس كان في أدائهم جيد جدا يعني، وفي ناس امتياز عدل، بس إحنا محتاجين الحين بهالبلد أن ندور الشيء الأحسن والأفضل. ما في مانع أن ندور شباب، ليش ما ندور شباب؟ يعني الحين في بالدوائر كلها في شباب نازلين يحتاجون دعم، ليش ما ندعمهم؟ ناخذ من القديم وناخذ من الجديد، ليش لا؟ ما مو 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 يعني مو مقياس انه والله انا التزم مع فئه معينه انا مرشحها من الدوره اللي طافت ان التزم معاه الحين. اختيار المرشح برايي انا اليوم افضل ان انا اختار مرشح يعني صاحب انجاز، صاحب بصمات، صاحب قرار، واتمنى انه يعني يكون في المجلس القادم مرشحين جدد اصحاب كفاءه ونستفيد منهم. اي والله طالب نواب جديده، افضل انها تكون نواب جديده، يكون في مثل ما تقول تجديد الدماء. طبعا مثل ما احنا عارفين بان البرلمان او عضويه مجلس الامه هي عضويه تشريعيه، بحيث انه يكون عضو البرلمان يساهم في وضع التشريعات للمجتمع الكويتي. بلا شك بان الفتره اللي مضت يعني قاب دور التشريعي عن مجلس الامه، واصبحنا حقيقه نلاقي كثير من الشح في التشريعات الجديده وايضا تطوير التشريعات القديمه. وهذا الان ما نطمح له في المجلس القادم، بان يركز او يكون دور النائب او العضو المستقبلي بان يركز على استحداث تشريعات جديده، ان تطوير التشريعات السابقه القادمه، وهذا اللي محتاجته الكويت الان في المرحله القادمه. لان احنا على سبيل المثال كثير من القضايا تفاجئنا بان ما لها تشريع. احنا حقيقه اذا كنا نريد للمرحله القادمه بان تكون مرحله جديده يجب ان تكون بنهج جديد ايضا من الحكومه، ولكن احنا الحين نلاحظ ان الحكومه ما زالت الان متعثره في تطبيق بعض القوانين. يعني بالامس كانت التشاوريه ووجدنا ان الحكومه ما استطاعت ان تفعل اي شيء امام هذا الامر اللي قد يخالف القانون من وجهه نظر القانون اللي شرع من قبل مجلس الامه. ما نريد حقيقة بأن تكون حكومة ذات نهج جديد تتفاعل مع مجلس جديد ونهج جديد أيضا كذلك، وهما سيكون متوافقين. أما إذا كان هناك النهج السابق للحكومات الكويتية اللي تعرفنا عليها من 1963 إلى اليوم، فمثل ما يقول مثل لا طبنا ولا غدا الشر. شاهدين ردينا لكم، ضيفنا اليوم مرشح الدائرة الثانية الأستاذ المحامي عبد الله الأحمد. أستاذ عبد الله، يعني كمحامي وصار لك سنتين في مواجهة يومية مع يعني الملاحقات السياسية لعدد من النواب والنشطاء ومدوني تويتر، لما أتت قضية الإيداعات المليونية شلون تلقيتها؟ قبل أدش موضوع القضية الإيداعات المليونية، على إثر التقرير المعروض الآن تلومني الآن لما أقول لك إني أنا متفائل؟ تلومني لما اقول لك عقدت التحالف مع هذا الشعب؟ انتهى موضوع، الموجه جايه بدون شك، وهذا التوجه سائر الى صناديق الاقتراع في يوم 2/2. نية حق موضوع الايداعات المليونيه، طبعا شو تلقيتها خاصه انها اتت من المجلس التشريعي اللي مفروض انه يكون امين على الشعب الكويتي؟ طبعا موضوع الايداعات المليونيه ابو محمد احنا قد سبق ان عرفنا قبل ان يتم التفاعل معه، كان يتداول بشكل أو بآخر ما بين الأوساط الاجتماعية، انتقل بعدها إلى أحد وسائل الإعلام أنها تعلن عن الموضوع في فضيحة من فضائح تضخم الأرصدة بدون وجود مقابل لها. بعد ذلك البنوك التزمت بأداء دورها المصرفي وإحالة البلاغات هذه كلها إلى النيابة. بغض النظر عن النتائج القانونية اللي راح تنتج عن هذه الإحالات، عن التحقيق في هذه الإحالات، لكن بالتأكيد أهم محاكمة تمت هي المحاكمة السياسية، محاكمة الشعب
لمن اقترف مثل هذه الجريمة بحق المال العام وبحق الأمانة وبحق العضوية والتكليف بتمثيل الأمة. الإذاعات المليونية تلقيت خبرها بانزعاج تام بأن يكون عندنا ممارسة سياسية سيئة تهدف إلى الاتجار بالمقعد النيابي، تهدف إلى المتاجرة بالموقف السياسي. هذا أمر مزعج، وإن كنت على يقين بحدوثه لكن تمنيت أني ما كنت أسمعه في يوم من الأيام. عموما وإن حدث ذلك قد تكون بعد هذه الهفوة صحوة تعيد بناء المؤسسة التشريعية، تعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة حتى ندخل في المرحلة الانتقالية اللي أشرت عنها، اللي تمهد للبناء، للتنمية، للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وإلى الواجهة. ملينا وإحنا نعيش نفس المشاكل، ملينا وإحنا نتكلم 50 سنة عن نفس الهموم، متى بنحط لها حل؟ ما خرجنا من هذه الدوامة. إحنا اليوم من جزء من رؤيتنا أن نتخلص من الملفات القديمة، خلاص نبدأ نحط الحلول، نبدأ نواكب عجلة التنمية، نبدأ نلحق باللي حوالينا، ضعنا وإحنا في المؤخرة. هذا الأمر لابد كان يفترض من سقطة سياسية مثل السقطة الشنيعة اللي وقعت فيها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالأعضاء اللي موجودين فيها، ولكن بالتأكيد رب ضرة نافعة. اليوم بعد هذا الضر اللي حاش المؤسستين اللي انعكس سلبا على نفسيات المواطنين، أنه ينتقل بصحوة جيدة للمستقبل إن شاء الله يا رب. طيب في المقابل المعارضة يعني خصومها يتهمونها أنها معارضة تأزيمية تصعيدية، وأنها دائما في كل ملف يعني تصل الأمور إلى آخر مدى، وأنها تحاول يعني تخرج عن رأي الأغلبية. مثلا في المجلس المقبل إذا كانت الحكومة لديها أغلبية في قضية، البعض يتوقع أن المعارضة بعد يعني الأحداث الأخيرة أنها تلجأ للشارع مرة أخرى. ما هي ضوابط اللجوء إلى الشارع لدى عبد الله الحمد؟ لا شوف، احنا نستطيع أن نتخلى عن اللجوء إلى الشارع في حالة واحدة، إذا طبقنا الدستور واللائحة الداخلية، إذا فصلنا القضاء عن الجهاز التنفيذي بالدولة وصرنا نحتكم إليه بكفتين متوازنتين، بالتأكيد أن لن يكون لنا حاجة للجوء للشارع. قد تكون لنا حاجات لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل دورها بطرح بعض القضايا، بعض الملفات، بتبني بعض الملفات وفرضها على المؤسسة التشريعية أو السلطة التنفيذية. بالتأكيد هذا الدور يجب أن تقوم فيه مؤسسات المجتمع المدني، ويجب أن تتخلى الحكومة عن أصحابها أو بعض مجاميعها اللي موجودة، اللي بالتالي سيطرت على هذه المؤسسات، حتى يكون للشباب حراك من خلال عمل مؤسسي منظم. اليوم لما الحكومة عمدت على بعد تاريخي سابق بأنها تسيطر على هذه المؤسسات المجتمع المدني بهدف قمع الآراء، بهدف تكبيت النشاط أو حراك المجتمع، معتقدة كانت تعتقد أنه إذا سيطرت على هذا فراح تسيطر على الرأي في الكويت وتنتهي مسألة الضغوطات، وبالتالي نعشم هذا ونخلي هذا ونكون كلنا وندسم شارب هذا لكن شو اللي حصل؟ بعد ما سيطرت على مؤسسات المجتمع المدني رأينا أنه يأتينا شباب ينتقل إلى عمل ميداني آخر. الدواوين اليوم صارت مؤسسات مجتمع مدني، بدأت بالحراك، لكن بدأت بالحراك بملفات سلبية، بالتأكيد ستنتقل إلى الملفات الإيجابية. اليوم المجتمع صحة لهذا الأمر، قادر أنه يتوصل بشكل أو بآخر أنه يفرض رؤيته على الساحة، وبعدين يشكل فيها الرأي العام ويفرض بإذن الله أو يفرضها بإذن الله على البرلمان والسلطة التنفيذية. بالنهاية احنا بانتظار القادم من الأيام حتى تنبئنا بالأشياء اللي ذكرت لك إياها. طيب أستاذ عبد الله الأحمد، مرشح الدائرة الثانية، شنو أبرز القضايا اللي تعتقد أن أنت مهتم فيها وأنها راح تشغل بالك، وتعتقد أنك إذا نجحت بإذن الله في مجلس الأمة راح تركز عليها من البداية؟ طبعا هذا كان الموضوع اللي شاغل تفكيري بداية وضعي للرؤية الخاصة فيني.
كان علي أني أعرف ما هي المرحلة اللي إحنا مقدمين عليها حتى أستطيع أني أبني عليها الطموحات أو الرؤية أو الأهداف. فكنت أقول تشيل المرحلة الانتقالية. أي فأنا كنت أقول هل هي مرحلة بناء فعلي؟ راح شكيت في أن إحنا نكون فعلا مقدمين على مرحلة بناء فعلي. إحنا الآن تونا نواجه أول أو أكبر عملية فساد وننجح فيها لحد الآن ما قضينا عليه. فأنا متوقع أن المرحلة الجاية هي مرحلة انتقالية ما بين التأخر وما بين البناء، ما بين الفساد وما بين الإصلاح. شو تقصد يعني شنو راح يصير فيها يعني؟ المرحلة الانتقالية يعني. منها الطموح اللي يضع الشباب في تطوير النظام الديمقراطي، منها الثلاث أهداف اللي أنا واضعها في من ضمن حملتي الانتخابية. الهدف الأول استقلال السلطة القضائية، اليوم أصبح أمر حتمي لا نقبل فيه أي تأخير. استقلال السلطة القضائية لا يكون بمعزل عن قانون مخاصمة القضاء. زين، نحن نعرف أن السلطة المطلقة مفسدة، فبالتالي أي سلطة يجب أن تكون عليها رقابة. ففصل السلطة القضائية وجعل الخصوم فيها التوازن ما بين الأحداث، وفصل يكون من واقع ثلاث ملفات: المراسيم اليوم بيد مجلس الوزراء، الميزانية، الاستقلال المالي للقضاء. اليوم الميزانية بكبرها تحت إيد وزارة العدل أو تحت تصرف وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة العدل عضو في المجلس الأعلى للقضاء. هذا الفصل يجب أن يكون تام حتى لا تنخر السلطة التنفيذية داخل الجسد القضائي مثل ما هو حاصل الآن، ونحقق الفصل بموجب المادة 50 من الدستور، فصل السلطات. الجانب الآخر هو حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حق لجوء المواطنين. احنا القانون رقم اللي صدر في 73 اللي انشا فيه المحكمه الدستوريه حجب الحق عن المواطنين في الطعن على دستوريه القوانين اللي تصدر من مجلس الامه، وفي قوانين تصدر من مجلس الامه غير دستوريه تفرضها اجنده معينه، قد تكون اجنده حكوميه وغيرها. احنا مواطنين الامه اللي نمثل السلطات. اخر محور عندي اللي هو تطوير نهج الرقابه بحيث يدفع الحكومه للتنميه والعمل على تنفيذ القوانين وانشاء المدن الجديدة والبنية التحتية وغيرها اللي تطور البلد، تجد فرص وظيفية، توفر مردود مالي للميزانية العامة للدولة. نعم. هذه أهم الأهداف. سيد عبد الله، بس في قبل نختم اللقاء، شنو قصة الأب ستور وأنك أول مرشح حط برنامج يعرض برنامج انتخابي في الأب ستور؟ نعم، طبعا هذا الأمر يجب أن أتوجه أول شيء بالشكر الجزيل الشباب أعضاء الحملة جميعهم يعني اللي كانوا شايلين هم حملتي أكثر مني. طبعا في أحد البرامج الخاصة في الأب ستور مثل البرامج الموجودة كلها وضعوا فكرة بأن يكون لنا نظام معين يشرح النبذة التاريخية عن السيرة الذاتية، التواصل مع الجماهير، نطرح قضايا عامة مع الجماهير ونحصل من خلالها الإجابات اللي نستطيع أن نتبنى من خلالها الملفات للمستقبل، دستور دولة الكويت، وأيضا أهم القضايا اللي كانت خلال السنتين اللي طافوا، منها قضايا أمن الدولة وحق الحريات وغيرها من القضايا. هذا البرنامج احنا لنا كامل الفخر بحمد الله أن نكون الأول في الكويت والأول في المنطقة، ولا ربما نكون أول مرشحين في العالم نستخدم هذه التقنية التكنولوجية في التواصل مع الناخبين. اليوم أصبح ما لازم أنك تكون في كل دوانية أو في كل بيت، اليوم أنت فعليا متواصل مع كل دوانية وكل بيت الدائرة مع الناخبين. يعني مشاهدين اللي بتابع برنامج انتخابي المرشح عبد الله الأحمد، الآيفون عندك وبس سوي سيرش في الأب ستور وراح تلقى البرنامج. مشاهدينا في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ عبد الله الأحمد على هذا اللقاء.